امرأة تقول إن لها طفلين، وإذا صلت بدأ الأطفال يعبثون، وربما يمر أحدهم من أمامها، وهكذا وهكذا. كما هي حركات الأطفال المعروفة، هل يؤثر ذلك على صلاتها أم كيف توجهونها؟ جزاكم الله خيرا. هذا لا يؤثر على صيامها والحمد لله، على صلاتها والحمد لله. والأطفال جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الحسن والحسين رضي الله عنهما، وهما طفلان صغيران، فكان يركبان على ظهره صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، وكان يطيل السجود من أجلهما رفقا بهما. وكان صلى الله عليه وسلم يحمل أمامة بنت ابنته زينب، يحملها معه إذا قام في الصلاة ويصلي وهو حامل لها. كل هذا يدل على أنه لا بأس بأن تصلي المرأة أو يصلي الرجل والأطفال من حوله، أو يحمل أحدا منهم أو يركبون على ظهره، هذا لا يؤثر. نعم.